صباح الخير واهلا بحضراتكم مره تانية، وده معاد جولتنا المعتاد عشان نطمئن مع حضراتكم على حاله الطقس النهارده. هنروح لحاله الطقس النهارده، وخلينا نقول انه بيتوقع خبراء الارصاد الجويه انه يبقى في طقس لطيف على القاهره والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، وهيكون الطقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبالليل كمان هيكون الطقس بارد على اغلب الانحاء ومائل للبروده على جنوب سيناء، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية. ناخد بالنا لأنه في شبورة مائية صباحية هتزيد في مناطق من القاهرة والوجه البحري. نتعرف مع حضراتكم دلوقتي على درجات الحرارة بالنسبة لمحافظات الجمهورية المختلفة، والبداية من القاهرة العظمى 24 والصغرى 16، الإسكندرية 23 18، مطروح 21 15، بورسعيد 22 18، دمياط 22 18، الإسماعيلية 24 16، السويس 25 16، والعريش 22 16. طابة العظمى 24 والصغرى 19، كاترين 19 12، شرم الشيخ 27 21، الغردقة 27 18، الفيوم 24 15، بني سويف 24 14، المنيا 24 12، أسيوط 25 13. سوهاج العظمى 25 والصغرى 15، قنا 26 15، الأقصر 26 15، أسوان 27 16، الوادي الجديد العظمى 25 والصغرى 13، وأخيرا حلايب العظمى 26 والصغرى 22.